معانا بقى كلام عن ايضا حكم نتمنى ان هو يظهر بالشكل اللائق يا في رب مباراه ان شاء الله. الرجاء. طبعا مباراه الرجاء الحكم طبعا الكونغولي نادالا ده طبعا حكم مباراه طبعا مباراه النادي الاهلي والرجاء ان شاء الله يوم السبت. الحكم الكونغولي طبعا حكم للمباراه. وتعالوا مع بعض نشوف يعني كده فيديو صغير عن هذا الحكم، وان شاء الله يكون احنا بنطلب العداله، العداله لازم تكون موجوده. وطبعا التحكيم الافريقي في ليه وعليه، ولكن خلينا نشوف فيديو عن نادالا الحكم ان شاء الله حكم مباراه النادي الاهلي امام الرجاء يوم السبت ان شاء الله. حكم مميز على مستوى القدرات البدنية والقدرات دايما قريب من الألعاب، ولكن أحيانا بتكون عنده قرارات غريبة. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت يا كابتن هاني عن وجود الفار في دور الربع النهائي، وحسنا فعل الاتحاد الافريقي طبعا وجود الفار وملف ضغطنا بيه وضغطت قناه النادي الاهلي فيه بشكل كويس. كان حتى الناس كانت بتتكلم ان احنا اهتمينا بالنقطه دي، والاتحاد الافريقي راح للحته اللي احنا كنا بنتكلم فيها تسويقيا وعلى مستوى كل الامور اللي مفترض ان احنا نشوفها في دور ربع نهائي يليق بالكره الافريقيه طبعا.